العربية السعودية، هل يتم ارتكاب بواسطها الجرائم مفترضة ضد الإنسانية؟ سؤال آخر، أنت تعمل من أجل تقديم السؤال يتعلق بحقوق المرأة، تقدم بحقوق المرأة عندما تأتي السيدة، هل عندما تأتي مجددا هل ستكون برفقة زوجتك؟ عندما تزوج الملك المغربي محمد السادس جاء مع عائلته، هل سيكون هذا هو حالك في المرة القادمة؟ في الواقع لدي زوجة وأربع أبناء، وهم حريصين جدا بأنه حياتهم الطبيعية والبسيطة لا تتأثر بسبب موقعي ومنصبي اليوم، وأنا أريد أن أحافظ أن أبنائي يعيشون بحياة طبيعية جدا بعيدة عن الأضواء وبعيدة عن الضغط السياسي والاهتمام الأكثر من اللازم، أريدهم يعيشون بشكل طبيعي جدا، وأيضا زوجتي تريد هذا الشيء وأنا أحترم هذا الشيء لزوجتي ولأبنائي أيضا، فهذا هو السبب بالنسبة لي الرئيسي. بخصوص اليمن وجرائم الحرب، أولا أي عمليات تحدث في العالم في كل التاريخ من قبل الاتحاد الأمريكية أو فرنسا أو السعودية أو غيرها من العمليات بلا شك تحدث هناك أخطاء، والأخطاء دائما تحدث. السؤال المهم، هل هذا الشيء كان متعمد أم لا؟ هل هذا الشيء كان مخطط له أم لا؟ هل هذا الشيء كان بقصد أم بغير قصد؟ هنا تكمن جريمة الحرب، لكن دائما نعمل مع أصدقائنا في فرنسا والاتحاد الأمريكية وبريطانيا لمساعدتنا في تطوير آليات التخطيط وآليات الاشتباك لكي نضمن عدم وقوع أي ضحايا مدنيين بقدر بأي شكل من الأشكال. أعطيك مثال على ذلك، القوات الشرعية اليمنية وقوات التحالف تبتعد ما يقل عن 20 كيلومتر من العاصمة اليمنية صنعاء، وتستطيع أن تجتاحها بريا غدا، لكن نعرف لو تم هذا الاجتياح سوف تكون هناك ضحايا كثيرة مدنية، لكن سوف ينهى الصراع في أسبوع واحد، لكن إذا قمنا بذلك هنا يكمن الخطر بالتضحية بالكثير من الأبرياء في هذا الجانب. لذلك القوات لا تقوم بهذا التصرف، وهي حريصة جدا ليس فقط على حماية البشر الأبرياء في اليمن بل أيضا على حماية الآثار، ونقوم ببرامج كثيرة مع اليونسكو ومع أيضا الحكومة الفرنسية لتطوير وحماية الآثار في اليمن. فالمسألة أبعد من ذلك، والمملكة العربية السعودية أكبر داعم للمساعدات في اليمن سواء في 30 سنة الماضية أو في 3 سنوات الماضية، وسوف نستمر في هذا الاتجاه.